احنا دلوقتي هنعمل الشوكليت كيك والكيكة السادة بالمربى. احنا دلوقتي هنحط عصير البرتقال والليمون، وهنحط السكر، وهنحط ربع كوباية زيت عشان تصدر الكيكة. اوكي، وهنحط البيكنج باودر او محسن الكيك، كله كده مع بعضه، وهنحط برضو شوية بيكنج صودا عشان الكيكة يعني تنفش معانا، شوية غرنانين عشان ميغيرش الطعم، وهنحط 3 أو 4 أكياس فانيليا. أنا بحب أحط فانيليا برضو كتير. وهنحط 4 بيضات، وهنحط شوية لبن صغننين مش كتير عشان بس يدوب. وهنكون بقى بنسخن الفرن عشان يبقى جاهز للتدخين، يبقى جاهز متسخن جاهز، يضرب كويس وبعد كده براحتكم. هنبتدي نحط برضو الدقيق 1.5 كوباية، هنحط الاول 1 كوباية في الخلاط على اساس تتضرب، وبعدين لو عايزين نزود شوية النص هنزود، وهنبتدي نضربهم في الخلاط. هي دي كيكة الخلاط اللي المفروض يعني تبقى سريعة جدا في المضرب.